هيدا الولد كنز، شايف قديش حريص، حتى ورقة تتمسك عليه ما بيترك. الحكومة في وادي والناس في وادي تاني، دول عايزين من دول الأكل والشرب والسكن، ودول عايزين من دول إنهم يسمعوا الكلام ويعيشوا على قد الموجود وخلاص. دول الحكومة ودول الشعب. دول الأولانية الشعب ودول التانية الحكومة، معروفة يا باشا. تبقى اكتب بشكل أوضح حتى ما نقعد نخمن احنا. حاضر، معلش بقى أول مرة. ما هي لأنه أول مرة عم تنبهك. ليه ما ضربت المثل بالمحافظ يلي مركب الكاميرات عند السكرتيرة حتى يشوف مين داخل لعنده تيعمل بزنس منه؟ مثل ما قلت لي. عشان قلت لك الموضوع ده قبل كده، أنا هحكي في المحكي. طالما مش مكتوب بالتقرير يعني ما قلته. فصول بين يلي بتحكيه وبين يلي بتكتبه. أنا طلبت منك تكتب انطباعك عن كل شيء. وكل شيء بتشمل كمان يلي قلت لي إياهم لما تقابلنا. ماشي الكلام. $200 عربون محبة مثل ما بتقول. وانت كده بتحبني؟ ما لو بتكرهني كنت هتديني كام؟ ما نحن قلنا عربون. بعدين نحن مش الجهة الوحيدة اللي بتفوت فلوس منها. يعني ايه؟ انت مش اتفقت مع سارة على توريد الكاميرات للشركة اللي بتشتغل فيها بمصر؟ وانت تعرف سارة منين؟ أنا ما بعرفها. بعرفك أنت. أنت بتراقبني؟ ليش عم تقول بطريقة؟ في كلام أشيك من هيك. اللي هو إيه بقى إن شاء الله؟ اللي هو بحب أعرف كل شيء عن الرجال اللي بدي أشتغل معه. طب وافرض إن أنا شغال شغلانة تانية غير شغلانة الوكالة بتاعتكم دي. ده إيه دخله بقلة الفلوس اللي أنت لسه مديهاني دلوقتي؟ ليش أنت شو كنت متخيل رح أعطيك؟ اوعى ترخص نفسك وتوافق على كل حاجة. كل ما تعزز نفسك كل ما تحلو في عينهم اكتر. لا متخيل ولا بيتهيألي. انا السكة دي ما تاكلش معايا. الله الغني يا عم عن شغلانتك. بقى كل الهري ده عشان $200؟ ما عطلكش يا امور. يس. انا وصلت تحت، هتنزلي ولا اطلعلك؟ لا لا ما تطلع، ثواني وانا بنزل. هعد من 1 لـ5، لو ما نزلتيش 6 هتلاقيني قدامك. 1، 2، 3. ١٤٢ ١٤٥ ١٧٨ ١٨٠ بعدك عم بتعند؟ ولا ورايا حاجة؟ قولي لي، اخواتك نام؟ عم يدرسوا. خسارة. ليش الخسارة؟ يعني كنا قعدنا شوية مع بعض نتكلم. شو اللي كان رح يمنعنا نقعد مع بعض نتكلم؟ هتقولي لي بقى اخواتي سايبان فوق لوحدهم؟ ده تلاقيهم ما صدقوا ان انا نزلتك وسابوا الكتب واتفرجوا على التلفزيون وهيصة. يا الله شو هالخيال الواسع. أنا بقول لك الحاجة بتاعتك قبل ما تقوليها. مش عايزة أتحجج كرمال أتهرب. بكفي أنا بتحجج كرمال شوفك. طب أنا أعمل إيه في الكلام الحلو اللي يخش القلب رشق ده؟ قولولي.
هات نشوف عمر. شو بدك مني؟ كنت عاوز اشوفك. هلا بنصاص الليل؟ اه بنصاص النهار ونصاص العصر ونصاص المغرب وفي كل الاوقات كمان. في ايه؟ لا عن جد شو بدك عمر؟ عن جد والله عاوز اقعد معاكي اطول وقت ممكن. ما اعرفش كل ما باجي امشي واسيبك ببقى مش عايز امشي. مصدق الكلام ده؟ مصدقها؟ قولي ايه بقى؟ لازم اطلع عند اخواتي عشان زمانهم سايبين الكتب وبيتفرجوا على التلفزيون. اه وهيصه. وهيصه اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ احنا كنا بنقول 4200 4325. كالسبيرا. كالسبيرا. مستر عمر، مستر سالم is waiting for you in his room. سالم in his room. سالم عدي عليا في الاوضه حميد تخش الحمام. يلا شوفيتهم يا سيدي. عفيته خير؟ وايه الخير؟ وايه الخير؟ انت مش سايب لي خبر يا ابني اول ما ارجع الاوتيل اعدي على جنابك في الاوضه ولا ايه؟ انت مالك مزاين عليا انا كمان ليه؟ هو لحق يقول لك؟ بصراحه يعني الراجل مش فاهمك. والله ما حد فينا اللي عارف مين المفروض يفهم مين. يعني ايه؟ لما افهم بقول لك يا سالم. عمر انا بتكلم بجد. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه؟ عملت صح. هو صح انك تسيب الراجل والفلوس وتمشي؟ اه طبعا. انت عايز تشتغل معاه ولا لا؟ سلم والله ما حدش يقول الشغل لا، خصوصا في الظروف المنيله اللي ما يعلم بيها الا ربنا اللي احنا فيها دي. بس انا احب لما اشتغل مع حد يقدرني. طب وانت عايز تتقدر ازاي بقى؟ بالفلوس طبعا. الله، طب ما الراجل اداك مبلغ كويس جدا، انت بتطمع ليه؟ لا يا سالم، لازم نطمع. ولا انت ناسي ان احنا في غربه؟ انا لو فضلت ماشي على طريقه الحساب بتاعته دي لا هعرف اكسر قرش ولا امتع روحي بحاجه. ده اول هام. طب والتاني؟ تاني هام بقى، انا مش مرتاح للراجل ده من اصله، مش عارف هو عايز مني ايه بالظبط. اللي عايزه منك انت كتبته في التقرير، ولما عجبه التقرير راح مطلع لك فلوس محبه. 200 دولار؟ انت عايز تجنني يا سالم؟ بقول لك ايه؟ انا موضوع الوكاله ده مش داخل دماغي، مش فاهم هي ايه بالظبط يعني. تاني يا عمر، تاني هنتكلم في الموضوع ده تاني. تاني وتالت ورابع وعاشر. جرى يا سالم، مش عارف راسي من رجلي ولا افضل ماشي كده طول الوقت؟ جبتها يا عم. انا طموح اكبر من كده بكتير. طب ايه رايك اللي هو جلال اللي انا شغال معاه في مصر عرض عليا ان اشاركه في ارباح الكاميرات اللي هياخدها من ساره عشان يبيعها عشان اسافر في التوكيل ده؟ الله، طب ما ده كويس قوي. كويس للي زيك اللي طموحه على قده، انما انا بقى طموحي يا سالم اخد التوكيل كله لحسابي. لا ده عايز فلوس كتير قوي يا عمر. امال انا ليه قبلت اشتغل في الوكاله بتاعت صاحبك اللي اسمه داني ده؟ كنت فاكر ان الفلوس اللي هاخدها منه هتخليني احقق الحلم اللي حلمت بيه في مصر، افتح مكتب لوحدي. استنى. مساء الخير. مساء الهنا. اهلا يا خديجه. خير؟ بابا جرى له حاجه ولا ايه؟ لا ما تتخضش كده، بابا كويس. طب الحمد لله. طيب انا هستاذن بقى عشان لو قعدت شويه اكيد شكلي هيبقى وحش. طيب يلا سلام يا صاحبي. سلام يا قمر. طب انت واقفه بره ليه؟ اتفضلي. خير يا خديجه؟ ايه مالك؟ زي ما تكون كده مش طايقني. أنا؟ ليه؟ آه واقف جنب الباب وخايف. ده أنت حتى ما قلتليش اتفضلي. هتتفضلي أكتر من كده يا خديج؟ ده أنت جوه الأوضة أهو.
يعني انا مش مسمح لي اقعد؟ لا يا نهار ابيض، معقوله؟ اتفضلي اتفضلي. قطك حلوه قوي. الله يكرمك. خير يا خديجه؟ وحشتني. حبيت اطمن عليك. ايوه يا روس. طيب يلا انا جايلك على طول. سلام. خرجتوا واضح كده ان الدخل اللي دخلها داني على عمر ما كانتش معاه. بمعنى عمر شكله كده مش راضي بحكايه الوكاله، بيسالني مين داني وداني عايز مني ايه، وعلى الاساس ده بقى يحدد الفلوس اللي هو عايزها، وشكل كده اللي هو عايزه هيعوركوا جامد. داني هنرجع للكلام ده، انا مش فهمتك. وانت بنفسك حسستيني انك خلاص هتعمليني على ان اخوكي؟ عمر هو انت ازاي مش حاسس بيه؟ عشان كل ده مش حقيقي، انت لسه صغيره يا خديجه، والمشاعر اللي جواكي دي مشاعر طفوله وبراءه. طب لو كنت انا متاكده من مشاعري دي وباكد لك؟ انا اللي باكد لك ان احسن حاجه انك تسمعي كلامي. بقول لك ايه؟ دي اخد الحمام اغير هدوم واجي اوصلك ونكمل كلامنا في السكه. طب ما احنا بنتكلم اهو. هوا، مفيش احسن من الكلام في الهوا. ده احنا وصلنا. يلا اتفضلي خش يا ستي، وانا هفضل واقف لحد ما اطمن عليك. شفت بقى انك بتخاف عليا؟ ما هو لازم، ابوكي في ضيقه ومش موجود والوقت متاخر. اسيبك كده صرح في شارع بس كده؟ والله العظيم بس كده. ماشي. باي. اوعدني ادي البوس النهارده ولا ايه؟